ازاي تعرف اعلانات منافسينك بيعملوا اعلانات على انهي بلاتفورم؟ طب ايه هي انواع الاعلانات؟ بيعملوها بوستس ولا صور ولا فيديوز؟ السؤال ده طلب مني كتير خلال الفترة الاخيرة، وحبيت ان انا اعمل لكم فيديو مخصوص اقول لكم ايه الطريقة اللي انا بشوف فيها المنافسين بتوعي بيعملوا اعلانات ايه، وابدأ ان انا اعلي عليهم كمان واشوف ايه هي انواع الكونتنت اللي بيكتبوه، هل هو بيعي ولا ادوكيشنال يعني تعليمي، ايه هي الصور اللي بيحطوها، بيحطوا مثلا انفوجراف ولا بيحطوا صور عادية ولا بيعملوا مثلا لي اوت، ايه هي انواع الفيديوز اللي بيعملوها، فيديو انفوجراف يعني اللي بيكون فيه معلومات وطريقه الاستعمال والحاجات دي لو هم منتجات، ولا فيديو عباره عن موشن جرافيك، ولا فيديو بفويس اوفر، اي نوع من انواع الفيديوهات. هقول لكم الخطوه اللي انا بعملها وهي اداه من الفيسبوك، الاداه اسمها اد لايبراري. بكل بساطه بخش بتفيدني انا لو انا مثلا بعمل منتج وعاوز ان انا اسوق له بس مش عارف اكتب له كونتنت ايه او محتوى ايه، دي بتفيدني بتقول لي ايه هي الانواع الكونتنت وانواع المحتوى اللي بيبدا المنافسين عندك بيبداوا ان هم يشتغلوا عليه، وبيفيدوني كمان لو انا عطلت ومش عارف اجيب افكار، بخش اشوف منافسيني ايه هي الافكار اللي شغالين عليها دلوقتي، بخش اشوف مثلا لو انا مثلا السعر بتاعي 100 جنيه للقطعه، عايز اخش اشوف من خلال برضو الاداه ديت منافسيني بيبيعوا باسعار ايه لو هم حاطينها في البوست، اشوف مثلا بيحطوا اسعارهم في البوست ولا بيخلوها انبوكس عشان العملاء يدخلوا يسالوهم. كل ده واكتر هنشوفه من خلال الفيديو ده بشكل عملي. تأكد انك مشترك في القناة عشان ما يفوتكش الفيديوهات الجاية، ويلا بينا على الشرح العملي عشان ما اطولش عليكم، واللي عنده اي سؤال يكتبه لي في التعليقات تحت. مساء الخير. طبعا في البداية كده هنفتح جوجل مع بعض وهنكتب هنا اد لايبراري فيسبوك زي ما هو ظهر قدامكم دلوقتي. هنبدأ ندخل على أول خيار، هيبدأ أنه يفتح لنا مكتبة الإعلانات الخاصة بفيسبوك، واللي من خلالها هنعرف مع بعض المنافسين بيشتغلوا على أنواع محتوى إيه وشغالين سواء على فيسبوك بس ولا على انستجرام بس ولا على الماسنجر بس، وهنعرف كل التفاصيل دي مع بعض. كل اللي علينا إننا هنيجي هنا نختار الدولة، لو أنت من مصر هتختار إيجيبت هتسيبها زي ما هي، لو أنت من أي دولة تانية هتختار الدولة بتاعتك من هنا. بعد كده آد كاتيجوري للكل هنخليها all ads، هتبدأ إن أنت تكتب هنا مثلا لو أنت شغال على شنطة لابتوب مثلا، هتبدأ إن أنت تكتب شنطة لابتوب في البحث، هيبدأ ان هو يطلع لك المنافسين اللي شغالين على شنطة لابتوب. خلينا كده نفصل اي اعلان كده مع بعض لاي منافس. هنا مثلا زي الصفحة دي اسمها دكان ازوس، هنا شوف الكونتنت بتاعهم عامل ازاي، بدأ بكلمة خصم سريع لمدة يومين حتى نفاذ الكمية، هو هنا عمل هوك يعني جذبك بأول سطر في الإعلان. الراجل ده عامل على بلاتفورم واحدة وهي الفيسبوك، والإعلان شغال من يوم 8 إبريل يعني شغال امبارح، احنا النهاردة 9، فهو ده شغال من يوم وعلى بلاتفورم واحدة وهي الفيسبوك. وهنا الراجل كاتب تفاصيل عرض 3 شنط، ادي شنطة هي الكبيرة وشنطة وسط وشنطة صغيرة بسعر واحد. طيب احنا دلوقتي لو عايزين نشوف تفاصيل الاعلان ده هنضغط على سي اول ديتيلز، هيبدأ ان انت كده انت شايف هو كاتب ايه، كاتب ان هي بتستخدم فين، وكاتب ان هي مزودة بايه، وعامل صورة للاعلان بتاعه. عايزين نرجع تاني عشان نشوف منافس تاني كاتب برضو خصم لمدة يومين. لو انت عاوز تشتغل على المنتج ده حاول تكتب زيهم كده عشان تجذب الناس. خلينا نشوف في هنا منافس تاني اسمه كتان ايجيبت، تمام، ده تقريبا عامل على اعلانين، يعني عامل واحد مشغله على الفيسبوك والانستجرام والنتورك كلها والماسنجر، وعامل واحد تاني على فيسبوك، والاتنين عاملهم بنفس التاريخ يوم 7 ابريل، وعاملهم برضو بنفس الصور، تمام. هنا حاطط سند مسج وهنا برضو حاطط سند مسج. في منافسين تانيين عاملين صور تانية، هتنزل تحت هتلاقي برضو فيديوز، فانت بتاخد فكرة عن المنتج والديزاينات اللي محطوطة، هم ناشرين الاعلان بتاعهم على انهي بلاتفورم، تواريخهم ايه، فدي كلها كده تفاصيل بسيطة بتساعدك ان انت في الاخر خالص تكون فكرة عامة عن المنتج ده والناس شغالين فيه باسعار عاملة ازاي، الكونتنت بتاعه بيتكتب ازاي، الصور بتاعته ممكن تنزل عاملة ازاي، عشان في الاخر تكتب البوست بتاعك وتختار الصورة المناسبة او الفيديو المناسب عشان تعرف تنافس مع المنافسين دول. لو عندك اي سؤال اكتبه لي في التعليقات تحت ونرد عليكم ان شاء الله.